وعرب نت بيسعى لخلق مجتمع من رواد الأعمال ورجال الأعمال في عالم الويب بالمنطقة العربية. إيش برأيك هي العوامل الأساسية اللي بتساعد أي مجتمع مثل عرب نت، مثل عمان تي تي، مثل أي مجتمع من المجتمعات هاي اللي عم نشوفها إنه يتطور وينمو؟ في شيء مهم كثير انه الواحد يضله يحسن ويضله عم بيفكر بالقيمه المضافه اللي بده يعطيها للي يجي اللي عم يجي يحضر المؤتمر. نحن كثير مهم انه يكون الحديث تبعنا، المحاور تبع المؤتمر هي اهم محاور عم يعني اللي اخذه هي هلا السبوت لايت بالقطاع. انه يكون الاشياء اللي عم نعملها كجلسات مهمه للي جاي يحضر المؤتمر. دائما نفكر انه نجيب العالم اللي يمكن يكونوا زبونات لبعض، نعرفهم على بعض. دائما لازم يكون اول اهتمام لاي شخص رائد اعمال انه شو القيمه المضافه تبعي وكيف ضلني مركز على هذه القيمه المضافه، لانه هي اهم طريق للنجاح.